مصطفى رسول مرفوع التضامن مع معتقل الرأي مصطفى بكار ومع كافة معتقل الرأي في المغرب. مع الأسف كنعيشوا واحد الفترة للاعتقال السياسي تزايد بشكل كبير. كل من انتقد سياسة الدولة، كل من عبر عن رأي مخالف لرأي السلطة، كل من طالب بحق من الحقوق التي الدولة بنفسها تلتزم أمام العالم أنها تحترم هذه الحقوق، كل هؤلاء يتعرضون للاعتقال وللمحاكمات الجائرة والمحاكمات غير العادلة. ومع الأسف القضاء الذي من المفروض لو كنا في دولة ديمقراطية أن يرجع الحقوق لأصحابها، أن يحمي الحريات والحقوق، فهذا القضاء بدوره ويعتبر آلية للقمع تماما كما كان في سنوات الرصاص. فنحن نعيش سنوات مثل سنوات الرصاص، حيث لا يمكن أن يتم التعبير عن الرأي الحر، أن يتم التعبير عن انتقادات، أن يتم تنظيم في إطارات مناضلة، في إطارات مستقلة. فكل إطارات مستقلة عن السلطة تحاصر، كل المناضلين وكل النشطاء الذين يعبرون عن رأي مختلف إما يعتقلون أو يحاصرون أو يتم التشهير بهم في صحافة تابعة للدولة أو تابعة للأجهزة. لأن اليوم في المغرب لم تعد لدينا صحافة مستقلة، صحافة حرة. كل الصحفيين الأحرار إما في السجون أو هم خارج الوطن، هربوا لكي يستطيعوا ممارسة مهنة الصحافة في أجواء أكثر حرية وأقل حصارا مما يعيشونه في المغرب. إذن اليوم نقف هنا لنجدد تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين، ولكن كذلك لنعبر عن تضامن خاص مع عائلة معتقل سياسي معتقل الرأي مصطفى دكار ومع كافة العائلات معتقلين سياسيين. وأحيي أمهات معتقلين سياسيين الحاضرات معنا، سواء منهم الذين غادروا السجن بعد تأدية ضريبة النضال وضريبة الحرية، أو منهم لا زالوا في السجون ولا زلنا نناضل من أجل حريتهم. أحيي عائلة المعتقل السياسي مصطفى دكار، وأحيي بشكل خاص زوجته المناضلة التي تقف بجانب زوجها بشكل متميز، وقد شهدنا كلماتها القوية، كلماتها المؤثرة في مختلف الوقفات. نحييها. للمرأة المغربية تحية نضالية، للمرأة المغربية تحية نضالية، للمرأة المغربية تحية نضالية، للمرأة المغربية تحية نضالية. ونحن نعرف أي أدوار لعبت زوجات وأمهات وبنات وأخوات معتقلين سياسيين في التاريخ، فهم اللبنة الأولى للحركة الحقوقية المغربية. نعرف نضالهن وتضحياتهن وكل ما قمن به من أجل مغرب حر. فنضال العائلات يساوي بل يزيد عن نضال السجناء، فالعائلات هم من يحملن الراية ويحملن صوت المعتقل خارج السجن. فتحية لكل أمهات معتقلين سياسيين وكل عائلات المعتقلين السياسيين، ونؤكد لهن ولكافة أحرار وحرائر هذا الوطن أننا كنساء الحرات، كنساء المناضلات، كنساء نناضل من أجل مغرب أفضل من هذا الوطن الذي نعيش فيه، هذا المغرب الذي نعيش فيه، من أجل وطن الحرية، وطن الحقوق، وطن الكرامة. نؤكد أننا سنستمر إلى جانبهن وإلى جانب كل القوى المناضلة من أجل مغرب حر، مغرب الديمقراطية والكرامة. سنظل نناضل إلى أن تتحقق هذه الطموحات التي ضحى من أجلها المغرب منذ عقود، وما زالت التضحيات مستمرة. إننا نضم صوتنا إلى تنسيقيات الأزمة التي نريد، لنطالب بمحاكمة الفاسدين وباستجابة لمطالب سكان أزمور عوض اعتقال مصطفى دكار الذي يمثل هؤلاء السكان ويتكلم باسمهم ويعبر عن مطالبهم وهو واحد منهم وهم منه وهو منهم. فلهذا نطالب بإطلاق سراحه واستجابة لمطالب التنسيقية التي هو عضو فيها، عضو نشيط فيها، ونطالب أيضا بمحاكمة كل من تسبب في هذا الوضع الذي تعيشه المدينة. ونحيي هذه صلاح المعتقل، الشعب يريد صلاح المعتقل، الشعب يريد صلاح المعتقل، الشعب يريد صلاح المعتقل، الشعب يريد صلاح المعتقل.
ونحيي كذلك الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أو مع الجبهة المحلية، ونحييها كذلك على التعبئة القوية والمسيرات المهمة التي قامت بها لمساندة مصطفى دكار، لأن مصطفى دكار ليس مواطنا ومدافعا فقط عن سكان أزمور ومدينة أزمور، ومواطن يدافع كذلك عن القضية الفلسطينية ويساند الشعب الفلسطيني ويناهض التطبيع، فصوته هو صوت كل المغاربة والمغربيات الذين واللواتي عبروا وعبرنا عن هذا الموقف في المسيرات المليونية التي نظمت في مختلف المدن المغربية. فكلنا ضد التطبيع، وكلنا مع فلسطين، وكلنا مع حرية المعتقل مصطفى دكار، ونحييكم على كل هذه النضالات، ونجدد لكم دعمنا لنضالكم، ونحن منكم وسنساند مطالب سنسقية أزمور وكذلك مطالب الجبهة، سواء فيما يتعلق بالمعتقلين الثلاثة الذين هم أمامنا مصطفى دكار وسعيد بكيوز وعبد الرحمن زنكاد الذين اعتقلوا بسبب مناهضة التطبيع، ولكن كذلك مساندة المعتقلين أو المناضلين الآخرين الذين يتم محاكمتهم في حال الصراع بسبب نضالهم ضد التطبيع ومساندتهم للقضية الفلسطينية، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الشركات الصهيونية التي تتواجد ببلادنا. فنضالنا مستمر، نحيي الجميع على هذا الحضور المتميز وعلى نضالكم، ونؤكد أننا سنستمر في النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومن أجل مخرب الحرية والكرامة والعدالة والمساواة للجميع. شكراً.